يوه شو هالحكي اللي عم تحكي لك سعدية؟ انت جناتي؟ اوف اوف، ليش كل هالقد عصبتي وانفعلتي ام شريف؟ انا ما حكيت شي غلط. ما انت كل كلامي غلط بغلط. لا يا ستي مو غلط، وانا جاي لعندك مو بس مشان تخلي ابو شريف يحكي مع مظهر بيك، انا جاي لعندك مشان شو ما كان يكون. لا بدي اسمعك ولا بدي اشوف وشك مره ثانيه. لهالدرجه بتخافي من بيت مظهر بيك ام شريف؟ انا لا بخاف من بيت مظهر بيك ولا من غيره، بس كمان ما بعطي اذني لمين كان، وما بسمح لحدا يجيب معدل شهيناز خانم بنوب بنوب. وانا شو حكيت على الخانم؟ حكيتي ولا ما حكيتي؟ انا ما دخلني بهاي القصص، واللي بدي اقوله سكري تمك على هذا الموضوع وما تفتحيه مره تانية. بعدين شهيناز خانم ما انا فاضيه وما عندها وقت، وش كان بدك شي روحي لعندها انت واساليها. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا سعديه تاخرتي على بيتك، بعدين انا تعبانه. ليكو باب الصقه بتعرفيه. طيب يا ام شريف طيب. مع السلامه. وليه فاضيه؟